أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان الماء المعين مثلج لقصد الشرب فهل يجوز غسل الأيدي به؟ إذا كان أنه مائك وفي بيتك ما في مانع تصرف فيه، أما إذا كان أنه ماء للمسجد وموقوف للمسجد لا يجوز يستعمل إلا فيما خصص له، إلا فيما خصص له وهو الشرب، أو ماء عند الناس في بيوت الناس لازم تستأذنهم أيضا، لازم تستأذنهم. نعم.